توعى اليوم 23 من شهر رمضان المبارك. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأه فيه ليمر على الصراط كالبرق خاطف أعمى النبيين والشهداء والصالحين. المصدر ضياء الصالحين. هذا الدعاء باش الناس قاعد تقوله، الناس تصوم وتقول هذا الدعاء كل يوم ان شاء الله. ما عليكم الا تبارطاجيو على قناه نعوم تي في، وما تنساوش باش تبارطاجيوه في الجروب مجموعات او صفحات الفيسبوك او التواصل الاجتماعي ككل. خليكم صحه فطوركم، صحه صيامكم، تقبل الله صيام الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تابوني على شان يوتيوب نعوم تي في.